بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: امرأة صامت يوم الخميس والاثنين تطوعا، فذهبت إلى وليمة فلما حضرت قالت: لعلي أفطر معهم، هذا في التطوع وكذلك في القضاء، فما الحكم؟ أما القضاء فلا يجوز للإنسان أن يفطر إذا دعي إلى وليمة، بل يحضر ويحضر المائدة ولا يأكل. وأما التطوع فينظر إذا كان في إفطاره وأكله جبر لقلب الداعي فليفطر، وإذا كان الداعي لا يبالي فالأفضل أن لا يفطر، وإن أفطر فلا بأس.